نتميز في مركز الحسين للسرطان بأن خطة علاج مرضانا لا تقرر من طبيب واحد، بل على يد لجنة متكاملة من أطباء الأورام ذو اختصاصات طبية أخرى. تجتمع اللجنة أسبوعياً لدراسة حالات المرضى وتحديد خطة علاج كل مريض حسب حالته. فخورون بأن مركزنا هو الوحيد في الأردن الذي يعتمد هذه المنهجية.